مرحبا بكم عائلة سميث في مقطع فيديو جديد على القناة. قد مر أسبوع كاملا منذ إصدار الحلقة 24 من إشكيبيدي مولتيفيرس، وأخيرا قد وصلتنا بعض التحديثات حول الحلقة القادمة، وهذه التسريبات سوف تجيب لنا على العديد من الاستفسارات الغامضة حول الحلقة السابقة، مثل هل سوف ينجو عملاق الكاميرا من قبضة عملاق الحفارة؟ من هو البطل الذي سوف ينقذه؟ وأين هي المرأة الحفارة الآن؟ كل ذلك وأكثر سوف نكتشفه في هذه الحلقة، لذلك أنصحكم بالمشاهدة حتى النهاية لكي لا تفوتكم أي من هذه الأسرار والنظريات الغامضة. وقبل بداية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أخيرا لايك للفيديو ودعونا نبدأ الحلقة على بركة الله. حسنا، دعونا أولا نبدأ بفيديو الأخطاء الفادحة للحلقة السابقة، والذي يبدأ لنا باللحظة الحزينة التي نرى فيها عملاق الحفارة يتكئ على سلاحه لكي يترحم على روح إخوته رجال الحفارات، ولكن فجأة يرن جرس إنذار القاعدة وتظهر كتابة على اللوحة تقول لهم قد حان وقت الراحة ويجب عليهم الخروج من المسرح للحصول على وجبة العشاء الخاصة بهم. وفجأة ينهض جميع رجال الحفارات ويبدون في الركض لتناول العشاء، ثم ظهر عملاق الكاميرا من الخلف وهو يحمل كوب زيت دافئ ويمده لعملاق الحفارة، وينتهي فيديو الأخطاء الفادحة هنا. فلو تعلمون كما تمنى لو ينهض رجال الحفارات مرة أخرى ونرى وجوههم المبهجة، ولكن لسوء الحظ ليس هناك عودة إلى الوراء، وتم إبادتهم جميعا ولم يبقى سوى فرد واحد منهم بالإضافة إلى العملاق، وسوف نكتشف هذا الفرد بعد قليل في التسريبات. ولكن إذا كنت حتى الآن لم تشاهد فيديو الأخطاء الفادحة دعني أعرضه لك الآن. المهم كما تدرون قد كانت الحلقة 24 هي الحلقة الأكثر مأساوية في تاريخ السلسلة، حيث قد تم تدمير جميع رجال الحفارات فيها. وأيضا في نهاية الفيديو رأينا عملاق الحفارة قد انقلب على عملاق الكاميرا وأراد القضاء عليه، ولكن قد انتهت الحلقة تاركة وراها الكثير من الإثارة والأسرار، والآن سنكتشف ما سيحدث بعد ذلك. وفي صورة التسريب الأولى نرى جيشا من المراحيض الطائرة تحلق في السماء، وأود أن أنوه إن هذه المراحيض تبدو جديدة في السلسلة ولم نرها من قبل. وفي بداية الحلقة 24 كانت هناك مراحيض تشبه هذه المراحيض في المقدمة، ولكنها كانت عادية، وهذه المراحيض في الصورة لديها العديد من التطورات العجيبة، ونرى أن درعها قد تغير في المنتصف، ونرى أيضا بعض من المراحيض الغريبة في الخلف. على سبيل المثال هذا المرحاض هنا يرتدي نوعا غريبا من العباءة، ويبدو أنه يخفي شيئا ما وراها أيضا. ونرى في الخلف يوجد ثلاثة مراحيض قاذفة لللهب مثل التي رأيناها في الحلقة 22، وأيضا في الخلف نلاحظ لوجود مرحاض غريب يرتدي نظارات خضراء ولديه طبق قمر صناعي في رأسه. ولكن برغم من ذلك هذا التسريب لا يوضح لنا الكثير من التفاصيل، ولا يوضح لنا ما إذا كان عملاق الحفارة سوف يقوم بمهاجمة هذه المراحيض أو سوف يكون في صفها ويهاجم معهم أعضاء تحالفه، وذلك لأن سيدة المراحيض توسس في رأسه. ولكن هناك خيار واحد لنضمن نجاة عملاق الكاميرا وبقية التحالف في حال انضم إليهم عملاق الحفارة، وهو أن هنالك شخصا ما سيأتي لمساعدتهم، لأنه إذا لم يأتي أحد للمساعدة فإن المراحيض لن تقف في وجه عملاق الحفارة لكي تمنعه من قتل عملاق الكاميرا. وقد كتب في وصف الصورة تلميح خطير جدا يقول من الصعب العثور على لقطة لا تحتوي تسريب كبير. وفي النهاية وضع لنا صورة تلفاز، وهذا تلميح أكيد أننا سنرى عملاق التلفاز في الحلقة القادمة، وأظن أنه هو من سينقذ عملاق الكاميرا من قبضة عملاق الحفارة. ولكن السؤال هو حتى لو ظهر عملاق التلفاز هل سيتمكن من التغلب على عملاق الحفارة إذا تقاتل ضده؟ فكما تعلمون أن عملاق الحفارة ليس الأقوى فقط حتى الآن بل الأضخم أيضا، ولكن لن نقلل من شأن عملاق التلفاز الآن لأننا نعلم أيضا مدى قوة رجال التلفاز. ولكن أخبروني بآرائكم وتوقعاتكم حول ذلك تحت في التعليقات. حسنا، التسريب الثاني لدينا هي هذه الصورة التي نرى فيها المرأة الحفارة داخل زنزانة، ونعم لحسن الحظ قد بقيت على القيد الحياة بعد كل ما رأيناه في الحلقة السابقة، ولكن في الحقيقة
يبدو أن سيدة المراحيض قد تركتها على قيد الحياة، ليس لحنية قلبها بل لكي تستخدمها في السيطرة على عملاق الحفارة. وقد ذكر دوم ستوديو أن سيدة المراحيض سوف تستخدم المرأة الحفارة كرهينة لسيطرة على عملاق الحفارة، وهذه خطة خبيثه بمعنى الكلمة، ولكن أمل أن عملاق التلفاز سوف يتمكن من التصدي له. والسيناريو المتوقع حدوثه هو أن الحلقة ستبدأ بمشهد الأخير، حيث كان عملاق الحفارة يقوم بخنق عملاق الكاميرا من رقبته وعلى وشك أن يمزق رأسه، ولكن قبل حدوث ذلك تظهر سحابة عملاق التلفاز من أمامهم ويقوم بإيقافه بضربة من سيفه الخارق. وبعدها سوف تبدأ معركة شرسة بين عملاق التلفاز وعملاق الحفارة، وقد يتضامن عملاق الكاميرا معه لتصدي لعملاق الحفارة. ولكن لا تنسوا، المراحيض الطائرة التي رأيناها في التسريب الأول قد تتضامن أيضاً مع عملاق الحفارة لكي يساعدوا في إشعال النار بينهم، وهذا سوف يجعل عملاق الحفارة يفكر في الانضمام إليهم بدون شك. هذه خطة شريرة بمعنى الكلمة، ولكن سوف نكتشف ذلك في الحلقة القادمة. ولكي لا يفوتك تحليل الحلقة فور نزولها، لا تنسى الاشتراك في القناة والأهم تفعيل زر الجرس. أخيراً لايك للفيديو، وسلام عليكم.